محمد الخميس، حيث سنتابع آخر مباريات الجولة 16 من الدوري الاحترافي الإنوي. مباراة قوية، حوار الجوار بين الرجاء الرياضي البيضاوي وفريق يوسفية برشيد في لقاء شبه محلي بين الفريقين. الرجاء صاحب الرتبة الثانية والذي يتطلع لكي تكون البداية بالشطر الثاني من الدوري الاحترافي إيجابية وقوية مع تقليص الفارق عن المتصدر فريق الوداد الرياضي البيضاوي الذي تعادل عشية اليوم خارج الميدان أمام فريق اتحاد طنجة بدون أهداف. الرجاء غاب عنه الفوز منذ الجولة 13 بعدما لعبت الكرة طويلة سهلة عند الحارس أشرف هلالي. الرجاء الرتبة الثانية 26 نقطة، 8 ديال الانتصارات، 5 تعادلات ومني بهزيمتين، سجل 20 هدف دخل المرمى ديالو 10 ديال الأهداف. على مستوى الذهب فريق الرجاء بالميدان 4 انتصارات 3 تعادلات وهزيمة واحدة. في الوقت اللي خارج الميدان 4 ديال الانتصارات، تعادلين وهزيمة واحدة. الكرة غادي يحاول يرفع الكرة العرضية الرأسية، البحث عن الرأسية وإبعاد الكرة. تدخل ممتاز للاعب يوسف شينا. أمامنا يوسف شينا لاعب اللي كان عنده تجربة لمرمى الحارس أشرف هلالي. تلعبات الكرة بسرعة، مصطفى كوياتي غترفع الكرة الرأسية الرأسية مرة أخرى تمر جانبا، والحكم كيقول الزاوية أنه كان صعود أمامنا ديال المدافع جمال حركاس. تم تنفيذ هذه الزاوية، تلعبات الكرة دائرية، تدخل الدفاع دائما الخطورة وتسديدة، كانت تسديدة ديال اللاعب محمد زريدة. الكرة كتمشي فوق مرمى الحارس أشرف هلالي. تابعنا تنتظروا والانتظارات الكبيره ديال الجماهير في الوقت، تابعوا هذه الفرصه عندنا بالكور من الجهه اليمنى والكره مره اخرى الزاويه الثالثه من حسين متولي. البحث على العرضيه ممتازه، تدخل الدفاع دائما الخطوره، مشلين جبيره يسدد وتدخل الدفاع استطاعت كره من موسم الصعود كان حتى الرتبه السادسه. الموسم الثاني حتى ذلك سقوط ونزول المغرب التطوالي ونهضه عزيز المامره. هذه فرصه والهدف، الحكم رفع الرايه بالفعل كان هناك تسلل، حكم رفع الرايه. كوياطي يضع الكره في الشباك ولكن متولي وصلت الكره بالكعب ممتازه في الوقت، الحكم المساعد رفع الرايه، حكم المساعد رفع الرايه معلن عن التسلل في الوقت اللي سقوط الخطا سفيان سعدان. تلعبات الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه لفتى الفريق يوسف برشيد، امكانيه تسديد تسديده الكره كتلمس عبد الجليل جبيره والكره في الزاويه. كانت فرصه مره اخرى لفتى الفريق يوسف برشيد كان هو يحقق هذا اللقب. خروج الحارس، خروج اشرف هلالي كيبعد الكره اللي الشرط وسقوط عن اصابه ديال الحارس اشرف هلالي. الجبيره اللي غتحاول يرفع الكره البحث على كوياطي ولكن كانت بعيده من العرجور. مره اخرى عند محسن متولي تمريره في جهه اللاعبه مصطفى كوياطي، تغطيه ممتازه من نجم الدين ابراهيم والكره خارج ارضيه الملعب. ضربه مرمى لفائده متولي، محسن متولي، متولي محاوله تسديده ارضيه ولكن سهله في يد الحارس اشرف هلالي. كانت محاوله لقادها عبيد الرجاء محسن متولي العرجون، هادو هما هدافين ديال فريق الرجاء في الوقت. تبادل المحاولة، كوياطي دائما الخطورة وتدخل وإبعاد الكرة، إبعاد الكرة بطرف المدافع هشام التيك. الوقت اللي سقوط لاعب والمهاجم سعيد العفير، الحكم كيطلب الطاقم الطبي و كانت محاولة التمرير بطرف لاعب سعيد العفير. هناك خطأ لفائدة فريق الرجاء، غادي يكون هناك إنذار، اول انذار سفيان سعدان مسجل ولاعب محسن متولي. محسن متولي مرمى ممتازه، فرصه لكن عبد الاله مذكور ما تمكنش انه يحصل الكره. لو حصل الكره كان غادي يوجد نفسه وجه لوجه مع الحارس اشرف هلالي. فرصه كانت لاعب كوياطي مصطفى كوياطي، تسديده ولكن جانبات مصطفى كوياطي. وكيلي تمريره عرضيه فرصه والخطوره، تدخل ممتاز ديال جمال حركاس في الوقت اللي عبد الجليل جبيره كان مطالب انه يبعد الكره ويبعد الخطوره كي عمر العرجون رفع الكره داخل منطقه الجزاء. فرصه تضيع من طرف لاعب محمد زريده. محمد زريده اللي كانت امامه فرصه تعديل الكفه في هذه التوالي الاخيره. تمريره ممتازه مذكور، البحث على التمريره من محسن متولي الراسيه، كانت الراسيه من الغيلي مصطفى كوياطي
مشات فوق الأربعة تقريبا أنه لبست أحد اللاعبين، والحكم كيقول مرة أخرى وراء الكرة لعبات الكرة دائرية دائما داخل في الملعب. مصطفى كوياطي سوفيا بجديدة، فرصة إمكانية التمرير كان الاختيار غير موفق بالنسبة لسوفيا بجديدة، كان بإمكانه يمرر في التغطية. العودة ديال اللاعب زكريا وردي لأمين الحداوي، كانت فرصة الهدف الثاني، فرصة الهدف الثاني، سوء تفاهم بين أمير الحداوي اللي متولي غيبحث على العرضية، بالفعل رفعت الكرة فرصة، كان محاولة بواسطة سفيان بجديدة، دائما خطورة بجديدة كبيرة، زريدة رفع الكرة. نجم الدين إبراهيم اللاعب السابق لأندية الوداد الكوك المراكشي والدفاع الحسن الساعة الثامنة مساء انتبه المحاولة بواسطة مصطفى كوياطي، الكرة كانت تمشي خارج أرض الملعب والزاوية اللي فائدت فريق الرجاء. أمامنا مصطفى كوياطي في الوقت اللي هناك فرصة من الجهة هذه، فرصة دائما خطورة، سفيان بجديدة يتمكن من وضع الكرة في الشباك وهدف التعادل لفائدة فريق الرجاء. سفيان بجديدة الهدف الثاني له بقميص فريق الرجاء، ينجح في إعادة الفريق الأخضر مرة أخرى في أجواء هذا المباراة في الوقت اللي هناك ثلاث. Bonjour et merci de nous retrouver, Darren Tulette et moi. Capable de créer la surprise aujourd'hui, mais franchement, c'est peu probable. Il y a une trop grande différence. Oui, nous allons certainement assister à un match très tendu, Grégoire. Les solutions viendront certainement une nouvelle fois. Cette rencontre ne peut pas voir. L'arbitre, il est en bonne position pour centrer. Oh, il centre. Et le gardien récupère le ballon. Ça doit faire but. Oh oui, le tir. Oh, le but. Oh, quel enchaînement. Il savait exactement où il allait mettre le ballon. Le gardien ne pouvait pas intervenir. Okay. Il veut marquer. Et voilà, but. Il a marqué juste avant la pause. Une égalisation qui va les gonfler à bloc pour la seconde période. Et quel spectacle.